مدير عام المواني والاستاذ عيسى الله يطول عمره. كونتينر مخزن فيه مواد كيماويه خطيره، اسيد يذوب، صار فيه لك تسرب وينزل بالشارع ويحرق الشارع، اسيد ومواد خطره المفروض ان لها اجراءات معينه. اسيد انا خايف ديزل، اعطوني التقرير. منا للإخوان، أسيد داخل كونتينر يذوب الشارع، والله حرام، أسيد الله يستر.